هابي نيو يير وكل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل انت اترك بابي. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير كتير جدا، فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة، ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده عندنا تلات اخبار احلى من بعض حقيقي عن مسلسل انت اترك بابي، ويلا بينا نبدأ بأول خبر. امبارح اتعرضت الحلقة 25 من مسلسل انت اترك بابي، وحقيقي كانت حلقة مش احسن حاجه، وكانت دراما على غير العاده من الرومانسي والكوميدي اللي دايما مسلسل انت اترك بابي معودنا عليه، لكن برضو ما كانتش حلقه قويه قوي، وبالذات النهايه قلبت على فيلم هندي، يعني نهايتها ما كانتش عجباني قوي، لكن احنا بنستنى نسبه المشاهده تاني يوم عشان نعرف المسلسل ده هيكمل معانا ولا لا. فعلا اليوم ظهر نسبه المشاهده، وكانت نسبه مشاهده متوقعه جدا جدا جدا، لانه كان بيتعرض لوحده يوم السبت وما كانش فيه مسلسلات بتتعرض معاه، يعني ما كانش ليه منافسين زي كل الاسابيع اللي فاتت. كان في برامج بتتعرض معاه، لكن كان مسلسل منفرد لوحده، فحصل على 6.03. وهنا في فيديو من الفيديوهات قلت لكم ان الحلقه 25 هتوصل للريتنج ده، ودي نسبه مرتفعه جدا جدا عن كل الاسابيع اللي فاتت، بل وكل ال 24 حلقه اللي عدوا كانت الحلقه 25 في الصداره، وده برضو عشان كان بيتعرض لوحده. لكن في مشكله دلوقتي حصلت، ان بعد ما عائشه الكاتبه انفصلت عن المسلسل هي وفريقها، كاتب المسلسل الجديد اللي انضم مكان عائشه هيخلي المسلسل احداثه شبه احداث مسلسلات كتير قوي، مش هيبقى فيه عنصر المفاجاه او عنصر المشاهد اللي كانت متشابهه بين الحلقات. فحقيقي ندمانه ان الكاتبه عايشه انفصلت عن المسلسل. نهايه الحلقه كانت بشعه جدا، ما توقعتش ان الامير سيمان هيبقى سايكو كده، لكن نشوف الحلقه الجايه هتبقى عامله ازاي. ومع نسبه المشاهده العاليه دي اتوقع ان الحلقه الجايه نسبه المشاهده هتنزل جدا جدا جدا، لان المسلسلات التانية اللي بتنافس في يوم السبت مع مسلسل انت اترك بابي هتبدا تتعرض، فالمشاهدين هيتقسموا، كل حد هيروح يتفرج على مسلسله، فممكن نسبه المشاهده تنزل لثلاثة او أربعة بسبب ان المشاهد بقت مشاهد معروفه زي كل المسلسلات. لكن كاريت الحلقه 25 هو ريت حلو جدا جدا جدا. الخبر الجميل الثاني اللي معانا، كارن بيرسون اليوم حصل على جائزه افضل ممثل من مهرجان سينما بورت، لكن عشان الكورونا مش هيتعرض المهرجان، فالجوائز وصلوهم لحد الممثلين الفائزين. فكارن بيرسون نزل فيديو اليوم ان هو فاز بجائزة افضل ممثل في سنة 2020. وبس كده، هذه الاخبار اللي عندي عن مسلسل انت اترك بابي. اكتب رأيك في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليكم. بس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.